ابو فراس. نعم، بالنسبة لما حدث من الاستقبال للمنتخب السعودي في اليابان، أعتقد أنه هذا الأمر يعني نشأ من قيادة داخل العمل الصحفي في منظومة الجهاز الإعلامي لدى في اليابان، لأنه لا يمكن أن يكون الصحفي هو من عمل هذا الورقة وأضاف فيها الأسماء واستطاع أن يحصي أسماء لاعب المنتخب السعودي بأسمائها كاملة. النقطة تبقى أنه هل سنجد مثل هذه الإدارة الإعلامية متواجدة لدينا؟ الصحفيين متى ما تم توجيههم لهذا الأمر أعتقد سيكون العمل جميل منهم وهم قادرون على ذلك، لكن دائما نحن نبحث عن من يعلق الجرس ويستطيع أن يرسم النهج أو المنهج لهؤلاء الصحفيين حتى يكونوا بمثل هذه الصورة الحسنة. جزء من الحقيقة أعتقد غائب، أنه من عمل هذا الأمر؟ هل الصحفي الياباني بنفسه عمل، أم أنه وجد جهات مساندة، جهات مساعدة، جهات بذلت جهد وقدمت مثل هذه الليستة من الأسماء لأفراد المنتخب السعودي؟ بكل تأكيد إذا كان الصحفي موجود في المطار ويسعى لاستقبال أو تم توجيه إشارة أو دعوة للصحفي أنه سيحضر المنتخب الفلاني، ويأتي الصحفي ويجد مثل هذه الأشياء موجودة أمامه، هذا يعكس نمط حضاري للبلد الذي يستقبل مثل هذه الوفود. قد يكون العبء أكبر على لجنة الإعلام في الاتحاد كرة القدم وفي الهيئة العامة للرياضة، بأن هي من تستطيع أن توجد قنوات عمل للصحفيين، توفر لهم مثلا أسماء المنتخبات التي تأتي إلى لخوض منافسات على مع منتخباتنا الرياضية وعلى مختلف فئاتها السنية، وبالتالي يعتاد عليها الصحفي السعودي. أنا أعتقد أنه الخلل ليس في العمل الصحفي لدينا بقدر ما هو خلل في توجيه القيادة الصحفية التي توجه إلى هذا العمل. قد يكون التنافس بين الأندية طاغي، الإثارة حاضرة، هذه ما منعت، لكن الآن طالما أن هنالك صفحة مشرقة رأيناها فلماذا لا نحتذي بها ولماذا لا نعمل على منوالها؟ جميل الكلام هذا أبو فراس، أنا والله عجبني كثير.